الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني بكل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلوات عليك وعليك أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من السعادة منه عبادك المخلصون. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله خير الأسماء كلها لله. أسعد الله أيامنا وأيامكم في هذا اليوم السعيد المبارك، أول أيام عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمن والأمان والصحة والعافية. ومع إقبال العيد وانتهاء شهر الصوم، ندعو الله أن يتقبل منا جميعا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا ويتجاوز عن زلاتنا. العيد يعود، العيد يعود ويتكرر بما أنعم الله به على عباده من العبادات والشعائر، والإسلام دعية إلى الألفة والمحبة بين جميع الناس، وأوصاهم أن يتعارفوا ويتآلفوا، وأكد ذلك في حق القرابة، وأوصى الله لصلتها والنهي عن قطيعتها. أخواني المؤمنين، من علامات القبول على المؤمن يفرح يوم العيد لفطره ويحمد الله على إتمام الصلاة، من علامات القبول زيادة في الخير والطاعة. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية والأمن والأمان، وأسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن يدفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وأن نسلم وتسلمون إن شاء الله جميع الأخوة المؤمنين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا، نتذكر موتانا في هذه الجائحة حقيقة اللي مرت علينا، مرت علينا جائحة فقدنا الكثير من المشايخ، فقدنا الكثير من العلماء، فقدنا الكثير من المؤمنين، فقدنا الكثير من المؤمنات. وأنا أخص بالذكر شيخنا الجليل شيخ عبد الله نجم المزيدي، حقيقة فقدنا هذا الرجل، وفقدنا كثير من المؤمنين، من المصلين الآن، من المصلين في مسجدنا كثير من المؤمنين ماتوا من هذا الوباء. نسأل الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن يرحمهم رحمة الواسعة، وأن يشافي المرضى. حقيقة أخواننا إلى حد الآن، بعض الأخوان إلى حد الآن موجودين في المستشفيات يعالجونهم، فلا تنسون من الدعاء، ادعوا الله تبارك وتعالى بإلحاح أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، ولموتانا يا ربي إن شاء الله بالرحمة والجنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.